السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتعرف على نوع من انواع البهارات يسمى ملك التوابل، وله فوائد كتيره للجسم كله، منها حمايتنا من السكتات القلبيه والسكتات الدماغيه، وله ايضا دور فعال في حمايتنا من السرطان وبيقلل من انتشار السرطان، وايضا له دور فعال لصحه الجسم كله بناء على دراسات مثبته. اهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتوره ساميه ياسين، استشاري طب الاطفال والغدد والسمنه، زميل بكليه الطب في جامعه عين شمس، واستشاري تغذيه علاجيه. ملك التوابل ده وهو الفلفل الاسود، من كتر ما هو مفيد للجسم كله بيسمى الذهب الاسود. يا ترى ايه السر ورا فوائده؟ ايه الفوائد المثبته علميا؟ وازاي نحصل على هذه الفوائد؟ وايه الجرعه المناسبه بالنسبه لنا بالنسبه للفلفل الاسود؟ وهل يفضل ان احنا نتناول الفلفل الاسود بصوره طازجه نضيفه الاكل بتاعنا زي ما معروف لنا كلنا، ولا يفضل ان احنا نتناوله بصوره كبسولات ومكملات غذائيه؟ ايضا مهم قوي نعرف هل له اعراض جانبيه، وهل في ناس يجب ان تتجنب تناول الفلفل الاسود، وهل له تاثير على خصوبه الرجال؟ هل له اي تاثير سلبي على الكلى والكبد؟ هل له تفاعلات مع الادويه؟ كل ده هتعرف عليه النهارده ببساطه واختصار في هذا الفيديو. اول نقطه مهمه، السر وراء فوائد الفلفل الاسود احتوائه على ماده مضاده اكسده اسمها الببرين. الماده دي مضاده اكسده قوي جدا. يعني ايه مضاده اكسده قوي جدا؟ يعني تشيل كل الالتهابات اللي في الجسم وتشيل اي اكسده في الجسم، فتحمينا من السرطان وتقلل من انتشار السرطان كما ذكرت. الجميل ايضا مضاد التهاب، يعني تشيل الالتهابات اللي في الجسم كله، بس بشرط التزامنا بنظام غذائي صحي. مش هنتناول فلفل اسود وبناكل اكلات غلط زي السكريات والشوكولاتات والبسكوتات والحلويات الشرقيه والجاتوهات والكيكه والتورته والعصاير والمياه الغازيه والاغذيه المحفوظه واللحوم المصنعه والاكياس. مهم ان احنا عشان نحصل فوائد الفلفل اللي انا هقولها النهارده، مهم جدا نكون ماشيين على نظام غذائي صحي. السر ايضا وراء فوائد الفلفل الاسود ان هو بيحتوي على املاح معدنيه مفيده قوي لصحه الجسم. بيحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والمنجنيز والنحاس والكروم، كل دي عناصر غذائيه مفيده جدا لصحه الجسم كله زي ما هنتعرف دلوقتي حالا. بيحتوي على فيتامينات مفيده لصحه الجسم كله زي فيتامين A ودي وE وبي. كل ده هو السر وراء فوائد الفلفل الاسود. اول فائده مثبته علميا للفلفل الاسود ان هو له دور فعال في صحه الدماغ. طب ليه؟ نظر احتوائه على ماده الببرين، دي الماده دي زي ما قلنا حاجه مضاد اكسده مضاد التهاب قوي جدا، بيمنع تلف الخلايا العصبيه في الدماغ، بيمنع اصابتنا مرض الالزهايمر، بيمنع اصابتنا مرض الشلل الرعاش، بيمنع اصابتنا من كل الامراض التنكسيه العصبيه. وده لانه له دور فعال في منع تكوين ماده الاميلويد في الدماغ المسؤوله عن حدوث الخرف او حدوث مرض الالزهايمر. عشان كده مهم جدا نتناول فلفل، بس مع تناوله مهم جدا نعرف ان احنا لازم نكون ماشيين على نظام غذائي صحي عشان نحصل على هذه الفوائد. قدم الفوائد المثبتة علميا للفلفل الاسود ان هو له دور فعال في صحة الجهاز الهضمي. طب ليه؟ ان هو مضاد التهاب قوي جدا، وفي نفس الوقت مضاد بكتيري، بيساعد على زيادة افراز الانزيمات التي تساعد على الهضم، بيساعد على ايضا على زيادة افراز حمض المعدة الذي يساعد على الهضم. بالتالي له دور مهم جدا في صحة الجهاز الهضمي. ايضا الفلفل الاسود له دور فعال في تعزيز وتكوين البكتيريا النافعة اللي هي اسمها الميكروبيوم. والميكروبيوم دي زي ما تعرفنا في فيديوهات سابقة لها دور فعال في إنتاج 70-60% من الأجسام المضادة ورفع مناعتنا بصورة فعالة جدا. أيضا لها دور فعال في إنتاج وتكوين 70-80% من النواقل العصبية المسؤولة عن السعادة، فبيحسن المزاج، فله طعم حلو ونكهه حلوه وفي نفس الوقت بيحسن المزاج ويحسن وظيفه الجهاز الهضمي زي ما ذكرت دلوقتي حالا. الجميل ايضا له دور فعال في رفع مناعتنا، انه مضاد بكتيري زي ما قلنا، مضاد التهاب، مضاد اكسده قوي جدا. ايضا له دور فعال في صحه القلب والاوعيه الدمويه. الفلفل الاسود له دور مهم جدا في تحسين حساسيه الانسولين في الدم وضبط سكر الدم، وبالتالي بيساعد على عملية تمثيل الغذاء وحرق الدهون. وتم عمل دراسة على 86 مريض سكر، تم إعطائهم مكملات الببرين مرتين يوميا لمدة 3 شهور. لاحظوا بعد 3 شهور إن نسبة السكر الصايم والفاطر والتراكمي قلت جدا، بس زي ما قلت حالا مع نظام غذائي صحي. طبعا كلكم دلوقتي هتقولوا إن إحنا كلنا بناكل فلفل وعندنا سكر وعندنا دهون في الدم وعندنا كبد دهني وعندنا الزهايمر. لا، الفلفل الاسود لوحده مش هيحل هذه المشكله. مهم جدا مع هذا التزامنا بنظام غذائي صحي. ايضا فايده مثبته علميا للفلفل الاسود له دور فعال في خصوبه الرجال والنساء.
دراسات اثبتت ان الفلفل الاسود نظرا لاحتوائه على ماده البيبرين مضاد اكسده ومضاد التهاب قوي جدا، بيساعد على زياده هرمون الذكوره. وتعرفنا على في فيديوهات سابقه على فوائد هرمون الذكوره الرجال، وقلنا ان هو مسؤول عن بناء الكتله العضليه والعظميه، مسؤول عن انتاج الحيوانات المنويه وكفاءه الحيوانات المنويه، مسؤول عن الاداء الجنسي والرغبه الجنسيه، مسؤول ايضا على تكوين كرات الدم، ايضا مع نظام غذائي صحي، ايضا له دور فعال في خصوبه النساء لانه بيحسن وظيفه المبيض، فبيساعد على انتاج بويضات سليمه صالحه للتلقيح. فده مهم جدا بالنسبه للنساء ان هم يتناولوا الفلفل الاسود. بالاضافه كمان هو بيقلل من اصابه السيدات بتكيس المبايض اللي هو بيأثر على خصوبتهم، ساعد على تكوين بويضات صالحه للاخصاب، ساعد ايضا على حمايه السيدات والنساء من تكيس المبايض زي ما قلنا حالا، بيساعد على زياده عمليه تمثيل الغذاء وحرق الدهون. ايضا فوائد الوزات العلميه له ان هو له دور فعال في تخفيض الضغط. طب ليه تخفيض الضغط؟ ان هو بيقلل نسبه الدهون الثلاثيه الضاره في الدم، بيساعد على ارتخاء الاوعيه الدمويه، له تاثير مضر للبول، فحلو جدا لصحه القلب والاوعيه الدمويه، فبالتالي بيحميها من السكتات القلبيه والسكتات الدماغيه زي ما قلت في بدايه الفيديو. ايضا له دور فعال في امتصاص عناصر غذائيه ثانيه زي ماده الكركمين في الكركم، ايضا الكالسيوم، ايضا السيلينيوم، له دور فعال في امتصاص كل العناصر الغذائيه اللي انا قلتها دي. والكركم نظرا لاحتوائه على ماده الكركمين، الماده دي لا يتم امتصاصها بصوره فعاله الا في وجود ماده البيبرين الموجوده في الفلفل الاسود، عشان كده عرفنا في الفيديوهات السابقه مهم قوي نحط رشه فلفل اسود على الكركم عشان نستفيد من المواد الفعاله فيه ونستفيد منه كمضاد اكسده ومضاد التهاب قوي جدا. ايضا من فوائد الوزات العلميه للفلفل الاسود ان هو له دور فعال في صحه العظام، وده نظرا لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والمنجنيز والزنك، كل دي عناصر حلوه قوي لصحه العظام. طب يا ترى ايه الجرعه المناسبه لينا بالنسبه للفلفل الاسود؟ الجرعه المناسبه لينا من 5 جرام ل 20 جرام، يعني من معلقه صغيره لثلاث معالق صغيرين، نضيفهم على اكلنا طول اليوم كله، بيدينا الفوائد اللي انا ذكرتها دي كلها. طب هل له تاثير سلبي على الكبد ولا على الكلى؟ الدراسات اثبتت ان هو بالعكس بيساعد تحسين وظائف الكبد وتحسين وظائف الكلى نظرا لاحتوائه على مضادات اكسده ومضادات التهاب، بيحسن وظيفه الجهاز الهضمي زي ما ذكرت في الوقت حالا، فبالتالي له تاثير مفيد جدا لصحه الكلى والكبد. في نفس الوقت مهم جدا نعرف هل الفلفل الاسود له تاثير سلبي على الحوامل والمرضع؟ لا، الدراسات اثبتت ان الحوامل والمرضع اللاتي يتناولن الفلفل الاسود بالصوره الطبيعيه معلقه صغيره لمعلقتين يوميا لا تؤثر على الحوامل والمرضع. اللي بيأثر على الحوامل والمرضع هو تناول كبسولات الفلفل الاسود اللي بتحتوي تركيز عالي جدا من ماده البيبرين، هو ده اللي ممكن يسبب اجهاض الحامل. هل الفلفل الاسود له اعراض جانبيه؟ الفلفل الاسود ملوش اعراض جانبيه طالما بيستخدم بجرعه من معلقه صغيره لثلاث معالق في اليوم. مين الناس التي يجب ان تتجنب تناول الفلفل الاسود؟ الناس اللي عندها حساسيه للفلفل الاسود. الحوامل يتناولوا الفلفل الاسود بصورته الطبيعيه في حدود معلقه صغيره لمعلقتين يوميا يضاف للاكل بتاعهم كله، مش هيسبب اجهاض ولا هيسبب مشكله للحامل. الحاجه الاخرى مهمه قوي، هل الفلفل الاسود له تاثير سلبي على الادويه اللي احنا بناخدها؟ بيساعد على زياده فعاليه مجموعات من الادويه زي ادويه الدرن، ادويه الاكتئاب، ادويه الصرع، ادويه السيوله، مضادات الهستامين، اي مجموعه من مجموعات الادويه اللي انا قلتها دلوقتي دي كلهم بيعملوا فحوصات كل 3 شهور عشان يتاكدوا من فعاليه الادويه. فهم لو لقوا ان الدواء بتاعهم الجرعه بتاعته بدات تاثيرها يبقى فعال اكتر بيقللوا جرعه ببساطه، لكن هو ملوش تاثير تاني خالص سلبي على الادويه غير كده ان هو بيزود فعاليتها. الخلاصه ايه؟ الفلفل الاسود ده يسمى الذهب الاسود، مفيد ناحيه الجسم كله كما ذكرت، له جرعه معينه، ويجب تجنب تناول الكبسولات او مكملات الفلفل الاسود بالنسبه للحوامل. مع تمنياتي بالصحه والعافيه للجميع. والسلام عليكم.